ينضم إلينا الآن من أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح مراسلنا ثائر أبو عون. مرحبا بك ثائر، ما الجديد على صعيد التطورات؟ نعم أهلا بك زميلي، الجديد على صعيد التطورات في المحافظة الوسطى هو قصف مدفعي استهدف منزلا يعود لعائلة النباهين في مخيم في بلوك رقم 2 في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات للاجئين، والأنباء عن استشهاد مواطن جراء هذا القصف ووصول الجثمان الشهيد إلى مستشفى العودة في شمال مخيم النصيرات. إذن استهداف من قبل المدفعية الإسرائيلية لمنزل يعود لآل النباهين في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وارتقاء شهيد جراء هذا القصف، وصل إلى مستشفى العودة بالمخيم قبل دقائق. طبعا القصف المدفعي على منطقة شمال المخيم تحديدا المخيم الجديد في شمال مخيم النصيرات للاجئين لم يتوقف منذ 3 أيام حتى هذه اللحظة. الاحتلال شن هجمة شرسة في خلال هذه الأيام الثلاثة واستهدف العديد من المنازل سواء بالقصف المدفعي أو بالقصف من المروحيات أو بالقصف من الزوارق الحربية. استهدف مراكز إيواء تؤوي آلاف النازحين مسببا يعني مجازر كبرى على مدار 3 أيام الماضية حتى هذه اللحظة. في خلال اليوم في خلال يوم أمس شهدنا عمليات نسف قامت بها قوات الاحتلال في هذه المنطقة لعدد من البيوت، هي كانت قد أعلنت عن أن هذه المنطقة قبل نحو يومين أو ثلاثة بأن هذه المنطقة هي منطقة عسكرية مغلقة، ولذلك كل هدف متحرك في هذه المنطقة هو عرضة للاستهداف. تمنع وصول طواقم الطوارئ والدفاع المدني إلى هذه المنطقة لانتشال المصابين وانتشال جثامين الشهداء. يعني بشق الأنفس تمكن بعض من طواقم الإسعاف والدفاع المدني بالأمس من الوصول إلى هذه المنطقة وسط القصف والنيران، من الوصول إلى يعني وانتشال عدد قليل جدا نحو 5 شهداء تم انتشالهم من المنازل التي دمرها الاحتلال، لكن لا يزال هنالك عشرات الشهداء تحت أنقاض المنازل التي دمرها الاحتلال في هذه المنطقة. أيضا شهدنا تحليق مكثف لطائرات الكواد كابتر على ارتفاعات منخفضة تحديدا فوق شمال غرب مخيم البريج وشمال شرق مخيم النصيرات. أيضا شهدنا كان هنالك مجزرة جديدة، جريمة جديدة ارتكبها الاحتلال باستهدافه مجموعة من المواطنين عند مدخل مخيم البريج للاجئين بالأمس، مما تسبب في استشهاد نحو 6 مواطنين. نعم، أشكرك جزيلا ثائر أبو عون مراسلنا من أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.